طبعا انا مع حضراتكم جانب من الاحتفالات بعيد ميلاد المجيد من بيت لحم بفلسطين، وما زلنا مستمرين في اجواء العيد وفي الاطلاله او في الدقائق القادمه هنناقش ضيفنا الكريم في امرين مرتبطين جدا بالعيد وبهذا اليوم اللي احنا فيه. الموضوع الاول هو التامين، والموضوع الاخر وهو مرتبط بقضية هامة جدا مثارة دائما على الساحة لكن حصل فيها تحرك إيجابي جدا في الفترة الماضية، وهو التقنين. ومقصود هنا تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة ليها، بيسموها أحيانا مباني الخدمة أو المباني اللي بتكون مخصصة أو ملحقة بالكنائس. هذه قضية يعني طويلة الحقيقة لكن شاهدت تطورات مهمة. على سبيل المثال أنه اللجنة المسؤولة أو اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابع، وبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تم تقنين أوضاعها حتى الآن هو 2162 كنيسة ومبنى تابع. قبل ما أخوض في التفاصيل أرحب بضيفي الكريم في استوديو من القاهرة لهذه الليلة، اللواء دكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة والخبير الأمن. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وفرصة إن احنا نقول للإخوة المسيحيين كل سنة وحضرتك طيبين، وكل سنة ومصر كلها إن شاء الله في رفعة وتطور دايما يا رب بإذن الله. إن شاء الله. سيادة اللواء نبدأ مباشرة، وزارة الداخلية أعلنت على مدار الأيام الماضية إنها وضعت خطة متكاملة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد، وشفنا جوانب من هذه الخطة واضحة في الشارع بالذات أمام الكنائس وأمام الكاتدرائيات، لكن هل ده كل الخطة ولا في جوانب إحنا لا نراها كمواطنين عاديين ليس لدينا هذه الخبرة الأمنية بتكون موجودة لكن لا نشعر بيها أو لا نشعر بوجودها في مصر أو في أرض مصر لكن هي موجودة وقائمة وفعالة؟ بالمناسبة دايما وزارة الداخلية نتيجة الأحداث المتكررة اللي عاشتها في الفترات السابقة ونتيجة عمليات التأمين اللي بتقوم بها في معظم الاحتفالات الكبرى أو في كل الاحتفالات الكبرى اللي بتشهدها مصر اكتسبت خبرات بيشهد بها الجميع، وبالتالي أصبح أي حدث هام من السهل جدا على وزارة الداخلية أنها تأمنه. وتأمين الحدث دايما الهام زي الحدث اللي بيعيشه الإخوة المسيحيين في عيدهم، طبعا زي ما حضرتك قلت في جوانب بتبقى لها مظاهر خارجية بتدل عليها وجوانب أخرى سرية، وبيبقى في شغل كتير قوي قوي بنسميه شغل مباحثي أو شغل يعني ما بيبقاش معلوم للكف، وبالتالي دايما بيبقى في تكثيف الاشتباهات وضبط حالات الاشتباه اللي ممكن ترتكب جرائم متعلقة بالإرهاب أو الجرائم اللي ارتكبت قبل كده أمام الكنائس، وبالتالي بيبقى المسجلين أو اللي سابق ليهم ارتكاب مثل هذه الجرائم وهم موجودين برا خارج السجون بيبقوا أندر كنترول وتحت المتابعة والمراقبة المستمرة في الفترة دي. كمان بيجرى عمليات بيوسعوا دائرة الاشتباهات حوالين الكنائس وحوالين المناطق المحيطة بيها. كمان بيبقى في خدمات سرية متواجدة في أماكن متعددة سواء في أماكن تجمعات أو حوالين الأماكن، لن نلاحظها احنا كمواطنين عاديين مؤكد ما هي سرية عشان ما بتطلحش، ودورها دايما هو دورها سري ودورها دايما هو الدور الأهم ودور الأكبر، إضافة إلى الخدمات النظامية اللي حضرتك شايفها وكل الناس شايفها قدام الكنائس برضو بصورة منظمة، لأن وزارة الداخلية أصبحت بتستعين بالتكنولوجيا الحديثة في ممارستها لعملها نتيجة احترافها لهذا العمل ونتيجة تكرار مثل هذه العمليات التأمينية. يعني وزارة الداخلية دلوقتي بقت تستعين بالكاميرات الحديثة، كاميرات المراقبة الحديثة، الذكاء الاصطناعي، كل ده بقت تدخله الوزارة وبقت تدرب عليه ضباطها بصفة مستمرة في معهد تدريب الضباط للحصول على المعلومات الكافية عن الشغل بهذه الأجهزة، وبالتالي بيدي أمن أكتر للمواطن. وزي ما حضرتك شايف وكل الشعب المصري شايف الحمد لله احنا أمنيا مستقرين بصورة يعني تدعو للفخر، وبدأت الحمد لله السياحة في مصر تبان وتظهر أثارها الإيجابية، وبدأ السياح يجوا مصر نتيجة إيه؟ كل ده نتيجة التأمين الجيد، والحمد لله كنايسنا بخير ومن قبلها مساجدنا بخير والدنيا كلها في مصر أصبحت، شارع المصري كمان بخير خالص بصرف النظر عن الحوادث الفردية اللي ممكن تحصل في أي
دولة من دول العالم أو في أي مدينة من مدن العالم. سيادة اللواء، بالتأكيد العمل الأمني لا يتوقف 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع على مدار 365 يوم في السنة، لكن لو قلنا العمل الأمني الخاص بتأمين احتفالات المصريين بمناسبة زي عيد الميلاد المجيد، تقريبا من اللحظة اللي رجال الأمن بيقولوا إحنا بدأنا خطط تأمين احتفالات عيد الميلاد لحد ما بيقولوا إحنا أنهينا هذه الخطط وتعود المنظومة الأمنية للشكل الطبيعي اللي هو مستمر في تأمين أيضا لكن بشكل أكثر تقليدي، تقريبا ممكن تقعدوا قد إيه عشان مناسبة زي دي تمر على ألف خير وسلام؟ هو دايما العمل الأمني وحفظ الأمن والنظام في البلد عملية مستمرة وعملية متكاملة بتكمل بعضها البعض، ودايما مثل هذه المأموريات ومثل هذه العمليات التأمينية بتسلم بعضها. يعني إن شاء الله الجهاز الشرطة ينتهي من هذا هيستلم عيد الشرطة بعد كده والاحتفال بعيد الشرطة وتأمين بس احنا عارفين في المناسبات اللي زي دي مثلا بقاش في أجازات مفيش راحات بالطريقة، والله ده شيء بديهي يعني استنفار. هو بتؤجل الأجازات وبيبقى في حالة استنفار أمني عالية، بيبقى في حالة استعداد قصوى في الشك، الأجهزة كلها بتبقى على قدم وساق، يعني سواء جهاز الامن العام سواء جهاز الامن الوطني سواء جهاز الامن المركزي سواء يعني ممثل في مديريات الامن والاقسام الشرطه التابعه ليها، كل دول بيبقى في استنفار امني طبعا. وعايز اقول لحضرتك ضباط الشرطه اتعودت على مثل هذه المواقف اتعودوا على الشقه مثل هذه العمليات التامينيه، لان خلاص هو بنفسه بيقول لك انا بسلم من ماموريه لماموريه دلوقتي يعني، وبالتالي ده بيكسبوا خبرات، بيكسبوا خبرات تراكميه متعدده بتفيده في كل عمليه اكتر من العمليه اللي قبلها وفي العمليه اللي بعديها افضل من العمليه الحاليه وهكذا. وده عشان كذا زي ما حضرتك بتقول ده مده محدده، لا هي مستمره ومتكامله ماشي، يمكن بتزداد شويه فعالياتها في فتره الاحتفال النهارده غير مثلا بعد يومين او قبل يومين، ولكن هي مستمرة وما ينفعش أصلا التأمين يقف أو التأمين يقل أو التأمين يبقى فيه تقاعس أو استرخاء. استرخاء معناها في حوادث على طول. الحمد لله احنا شايفين مصر بخير من غير حوادث، ويا رب تستمر إن شاء الله بخير، ده فضل ربنا الأول ثم بجهود أبناء رجال الشرطة وجهود شعبها كمان، والشعب أصبح هو كمان عنده وعي كافي بدور جهاز الشرطة وبعمليات التأمين، وأصبح بيمد جهاز الشرطة بمعلومات كتير جدا متعلقة بعملية التأمين وبتفيد جهاز الشرطة كتير الحمد لله. سيادة اللواء، يعني احنا قلنا النهاردة هنتكلم عن التأمين والتقنين، احنا اتكلمنا عن التأمين، التقنين احنا بنتكلم على تقنين أوضاع كنائس، مباني هي كنائس تقام فيها صلوات وشعائر، وبنتكلم على مباني بنسميها مباني خدمة أو مباني تابعة، بتكون مباني إقامة، مباني بتحوي خدمات أو أمور ضرورية ل يعني استقرار بالضبط، وإن المسألة يعني بالتأكيد يعني ليها حاجة وليها احتياج وإلا لم تكن لتقام. مسيرة مصر في التقنين، احنا النهاردة بنتكلم على أنه تم الانتهاء من تقنين 2162 كنيسة ومبنى تابع، قد إيه المشكلة دي كانت أزمة فيما مضى؟ حق كلنا عارفين أن دي كانت مشكلة أزمة لدى الإخوة المسيحيين، عشان كده الأستاذ الرئيس يمكن أصر في الفترة اللي فاتت ان هو يطمن الاخوة المسيحيين، وصدر بالفعل القانون 80 لسنة 2016 المتعلق ببناء وترميم الكنائس، وزي ما حضرتك قلت واشرت منذ صدور هذا القانون 2016 حتى وقتنا الراهن يمكن بقالنا خمس او بنتكلم في السنة السادسة عدى 2000 كنيسة ومبنى متعلق او مرتبط بالكنائس او مباني خدمية للكنائس انشئت او رممت. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو المسيحي ما بيفرقش في المواطنه عن المسلم، لان احنا كلنا ابناء شعب واحد، ابناء وطن واحد، ولنا حقوق متساويه وعلينا واجبات قبل هذا الوطن متساويه، وده حتى احنا ديننا الاسلامي كمان امرنا بذلك، لان حقوق الانسان لا هي مرتبطه لا بجنس ولا بلون ولا بدين ولا بعرق ولا خلاص، انا انسان لكوني انسان ليا مجموعه من الحقوق اللي بتميز بيها منذ ميلادي حتى وفاتي، لمجرد كوني انسان مصري خلاص بتمتع بالمواطنه
انا بقى مسيحي، انا مسلم، انا ابيض، انا اسود، انا لغتي العربيه او لغه غير العربيه، من حق هذه الحقوق ان انا امارسها زي غيري من المواطنين. وده اللي الحمد لله احنا شايفينه في العهد الحالي، وشايفين ان مصر بتتمتع بيه بصوره جيده جدا، وفي تطور. يمكن كلنا شفنا استراتيجيه حقوق الانسان اللي مصر بدات تطبقها، وكلنا شايفين قد ايه دور السجون اتحولت الى اماكن للاصلاح والتهذيب، شايفين حاجات كتير قوي تدارت، حتى تطور في الشكل كمان، المباني بقى شكلها قد ايه، الكباري والطرق، وتطورات كتير شهدتها الحياه المصريه، وان شاء الله بتشهد غيرها وغيرها في الفتره اللي جايه. طيب يا رب ان شاء الله. مساله كانت ربما هنقول متوقفه او متعثره في يعني اوقات سابقه، زي مساله التراخيص او التصاريح الخاصه بترميم الكنائس وترميم المباني التابعه ليها، او استحداث كنائس وبناء مباني تابعه ليها. حضرتك قلت انها كانت قضيه يعني مؤثره سلبا على الاخوه المسيحيين، وكانوا بيتكلموا فيها كتير، وكان ليهم الحق في ذلك. ما انا بقول لحضراتكم هم مواطنين زيهم زي المسلمين. من وجهه نظر القانون او ب ب ب ب ب بعقليه وروح رجل القانون هنا، قد ايه مساله زي دي ممكن تكون محتاجه منا اخذ ورد وتقديم وعشان نوصل بشكل قانوني الى ما وصلنا ليه اليوم من هذا القانون، وبالتالي ما يتبعه من تقنين اوضاع، وحتى في كم من الكنائس قادمه على المسار بدا فيها البناء او تم تخصيص اراضي ليه؟ أصحاب المسيره القانونيه، المسيره القانونيه بتعتمد عليه. هي القانون هو اداه للقياده عشان تنظم الحياة في المجتمع بتاعها. نعم. والقانون دايما احنا عندنا مجلس النواب هو المشرع، هو اللي بيصدر هذا التشريع. وطالما القيادة السياسية مقتنعة برؤى معينة تجاه هذا الأمر، وبتعرض هذه الرؤى على الشعب، والشعب كمان بيبقى مؤيد لذلك، وعمر الشعب أصلا ما هيقف في حاجة هيبقى فيها ضغوط على بعض فئاته يعني. وبالتالي الأمر اتعرض على مجلس النواب وتوافق على القانون، وأصبح الوضع دلوقتي قانوني خلاص بيشهد الامر تطور ايجابي جدا في هذه المساله. ما عادش في تعثر، ما عادش في احساس بالسلبيات او بالاضطهاد في هذا المجال، لان يعني دلوقتي حق كل المدن الجديده اللي بتبنى بينشا فيها مساجد وبينشا فيها كنائس. شفنا الكنيسه اللي انشات في العاصمه الاداريه الجديده، ويمكن اكبر كنيسه موجوده في الشرق الاوسط، ونفس الشيء في المسجد اللي انشأ برضه من اكبر المساجد اللي انشأت في الشرق الاوسط. وبالتالي الاخ المسلم والمسيحي دلوقتي الاثنين اصبحوا بيحسوا انهم على قدم مساواه بالنسبه لحقوقهم، وبالتالي عليهم هم الاثنين نفس الواجبات تجاه الدوله المصريه. وده بيخلينا دايما كلنا ما فيش احساس بمساله الاضطهاد، لان دي خلي بال حضرتك يعني انا ما بحس ان انا مضطهد في داخل مجتمعي او داخل البيئه اللي انا عايش فيها، او الاسره حتى اللي انا عايش فيها، الاسره الكبيره اللي هي بتعمنا كلنا اللي هي مصر. انا دايما ادائي حتى مش هيبقى جيد بالنسبه لاخ اخر حس انه ما هوش مضطهد. وبالتالي عمليه المساواه دي وتكافؤ الفرص ده بيخلي الشعب المصري كله نسيج واحد، اداؤه يبقى جيد، عطاؤه للبلد بيبقى احسن، انتمائه وولائه لمصر بيزيد. وده اللي الحمد لله حاصل في الفتره اللي احنا عايشينها، وشايفين ما عادتش في حوادث. وحتى كلمه فتنه طائفيه، يمكن الساد رئيس ما بيقول انا ما بحبش الجمله دي، كمان الجمله دي ما بقتش تتردد كتير. حتى لو حصلت خناقه بين مسيحي ومسلم، ما هي خناقه زي خناقه بين اتنين مسلمين او اتنين مسيحيين. ما هو دلوقتي نسيج واحد وشعب واحد واتنين مواطنين من مصر عاملين مشكله مع بعض، تتحل بالقانون، ما بقاش في مشكله، وما بقاش في يعني اجراءات بتتخذ غير اداريه، غير اجراءات استثنائيه حاله وجود مشكله بين مسيحي ومسلم. كان الاول يقول لك ده فتنه طائفيه والحق ولازم اجراءات استثنائيه. لا، دلوقتي الحمد لله كلنا عارفين ان ما عادش قانون طوارئ في مصر، والدنيا بقت بخير، وده ان شاء الله يا رب يودي مصر لحته افضل بكتير من اللي احنا فيها كمان ان شاء الله. سياده اللواء، التامين، وهرجع تاني لنقطه التامين، التامين لا يعني التضييق بالزبط. وده برضو مفهوم مهم بالذات في الأعياد، أيا كان العيد عند كل المصريين حالة فرح وسرور، ومحدش بيبقى حابب أنه يحس أن حريته أو حركته محدودة أو محددة بسبب فكرة التأمين. إزاي هنا تقدروا توازنوا بين النقطتين دول؟ ما هي الموائمة دي يمكن إحنا بنعلمها للطلبة في الكلية، ويمكن برضو بنعلمها للضباط في مع تدريب الضباط دلوقتي. هو لازم يبقى فيه الضرورة والتناسب
في ضرورات معينة بتجبرني على اتخاذ اجراء معين، في وقت معين انا اقدر اطبق روح القانون ما طبقش نصه، وفي وقت معين لازم اطبق نص القانون ما طبقش روحه، وهكذا. عملية المعمة دي بتكتسب نتيجة الخبرات المتكررة في المواقف الامنية المتتابعة، يعني بيكتسبها كل ضابط. وبالتالي دايما احنا بنقول في عمليات التأمين دي دايما اللي بيترأس المجموعات التأمينية بيبقوا سباق كبار لديهم خبرات كتير، يقدر هو يوائم ويقدر هو ان هو يدي قرارات تتصف بالحكمة في الوقت المناسب، وبالتالي بيعلمها للأصغر منه والأصغر منه بيعلمها للأصغر منه، لما أصبح الكل دلوقتي مكتسب لمثل هذه الخبرات. فعملية المعمة أنا لازم أخلي اللي أنا بأمنه ده يعني بيستمتع بحياته أثناء التأمين، أنا مش بحط عليه قيود وأقول له ما تتحركش يمين وما تتحركش شمال. لكن ده لا يعني إن أنا أتهاون في مهمتي الأساسية اللي هو التأمين الكامل. أصل التأمين حقك، يمكن إحنا عندنا تأمين أشخاص وتأمين مباني وتأمين تأمينات وتأمين سيارات، وبالتالي كل تأمين له خططه التأمينية، ولكن هذه الخطط لا يمكن إنها تؤدي إلى تقييد حرية اللي بيجرى عليه التأمين، أو حتى المبنى كمان ما ظهروش بمظهر ان المبنى ده سكن عسكرية وبالتالي حواليه يمين وفوق وشمال وتحت موجود قوات، لا ده انا ممكن أأمنه بصورة جيدة. وبعدين خلي بال حضرتك وبرضو العنصر البشري على قد أهميته، يعني برضو دلوقتي العنصر البشري بقى بيستخدم آليات حديثة كتير قوي وتقنيات حديثة كتير جت بها العلم الحديث دلوقتي، ودي سهلت عملية التأمين وكمان خلتها أكثر سرية مما سبق. يعني الكاميرات بقت موجودة في كل مكان دلوقتي، أقدر أبص على التحركات، أقدر أشوف من مكان مانيش باين فيه، أقدر أقعد في غرفة عمليات وتابع، أقدر وبالتالي ما بقاش فيه التقييد برضو اللي هو بنسميه التقييد المطلق بالنسبة للشخص المؤمن. يعني نعم سيادة اللواء، يعني ربما لدينا دقيقة قبل ما نختم. حضرتك وانا اعلم يعني ده من قبل الهوى، انا اعلم ان حضرتك ليك اهتمام خاص بتطورات قانونيه بتتم في مصر وكلنا سامعين عنها، فاحنا هننتهز الفرصه واسال حضرتك، الموظف المصري اللي الفتره القادمه عليه ان يكون متاكدا انه لا يعني يكون تحت طائله القانون او التعديلات الخاصه بانه متعاطي ليه المواد المخدرة، وده مسألة حضرتك مهموم بيها بشكل والله شخصي. والله حضرتك وقت. يعني أثرت قضية أنا دايما أحب الحديث فيها لأنها هامة جدا للموظف العام، على الموظف العام المصري أن يعلم أن هناك القانون 73 لسنة 2021 صدر ليمنع متعاطي المخدرات من شغل الوظيفة العامة أو حتى الاستمرار فيها. تمام. وإن في هيخضع لتحليل فجائي كل سنة كافة العاملين أو كافة الموظفين في الجهاز الإداري، بل هناك فئات أخرى تقترب من الجهاز الإداري هتخضع لهذا التحليل، وحالة إيجابية عينة التحليل ستنهى خدمته بقوة القانون، وبالتالي لا يستطيع العودة للعمل، لأن في السابق كان إنهاء الخدمة بقرار إداري، وبالتالي كان يستطيع الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وممكن يرجع وممكن لا. الوضع مختلف تماما الآن، من يثبت تعطيل المواد المخدرة سيمنع من التعيين أو الاستعانة به أو التعاقد معاه أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو الند، كذلك سيتم إجراء تحليل فجائي سنوي لكافة العاملين والموظفين اللي بيشغلوا وظائف في الدولة صغيرا كان أو كبير، وبالتالي علينا جميعا أن نراعي أن مسألة المخدرات لم تعد مسألة يعني نقول عليها مسألة كمالية أو مسألة مظهرية، لا بل الأمر أصبح جد خطير وهتؤدي إلى أن الأسر هتتعب جدا حالة ضبط أو حالة إثبات تعاطي عائلها، لأن هتنتهي خدمته وهيتفصل من عمله وهيرجع للبيت بلا عمل. فوالله الرسالة اللي أنا بوجهها لكافة العاملين أن المتعاطي أو المدمن يسرع باختار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأنه بيحتاج إلى العلاج وهيفضل تحت العلاج السري لحين عودته إلى عمله خالي من المخدرات، إن كان هو بيجرب في وقت من الأوقات زي اللي بياخد سيجارة في فرح أو إلى أو ما شابه ذلك أو قرص ترامادول أو يقلع عن هذا تماما، لأنه قد يقع تحت طائلة هذا القانون لمجرد حتى أنه جلس في جلسة فيها مخدرات وتعاطي سلبي، قاعد لفترة طويلة في عربية مغلقة فيها اثنين صحابه
بيدخنوا حشيش، مقدر الحشيش بالذات ممكن يبقى فيه التدخين السلبي، ويفاجئ بان العينه بتاعته ايجابيه، ويفاجئ بانه اتفصل من الخدمه او انهيت خدمته لسبب، يعني انا شايف ان هو سبب لا يستحق. وده هيودينا للتاثيرات الاجتماعيه والمجتمعيه اللي حضرتك بتتكلم عنها متعدده طبعا. تمام. ودي رسالتي للاخوه الموظفين والله، لان بنعتبرهم زملاء، وده مساله يعني احنا اخوف ما نكون عليهم يعني. وانا شاكر لحضرتك على ان انا قدرت اوصل هذه الرساله في نهايه حديثنا الشيق جدا مع حضرتك، وفي اليوم بتاع عيد اخواننا النسيج المصري الجميل، اخواننا المسيحيين. شكرا جزيلا لحضرتك سياده اللواء دكتور نبيل حسن، استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه والخبير الامني. شكرا جزيلا لحضرتك. انا كمان بشكر حضرتك استاذ المشاهدين. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بالف خير، كل عام ومصر بخير، كل عام ومصر نسيج واحد، طاقة واحدة، يد واحدة، مسلمين ومسيحيين مجتمعين على حب هذا الوطن وعلى الدفاع عنه. كل سنة ومصر بألف خير. بعد فاصل قصير زميلتي شيرين الكوشيري وقراءة في عناوين صحف مصر الصادرة اليوم التالي، وحلقة جديدة من برنامج صحافة الغد. ابقى معنا دائما على شاشة قناة النيل للأخبار. بأمان الله.